الان تلال المركز السابع، مركز ماليا بي للقسم الثاني. يسترجع كورة من جديد، ترجع لكن كنفانزيو العملاق الارجنتيني، بينما حكم المرمى تسوليني يحتسب خطا لفريق امبولي. كورة للاعب اسماعيل بن نصر، امبولي بلو شوبران، امبولي يحاول مغالطة روما بكورة التصويب، الذهاب الى نابولي. واليوم صار في الماتش كرونيتش كورة في اليسار، امبولي هاجم اتسوري على الفريق التوسكاني. التمرير من مايتا بن نصر، اسماعيل بن نصر من سامتون، هذه انطلاقه بن نصر، بن نصر يقطع كره دافيدي، دافيدي سامتون، سامتون مع بن نصر، سامتون ينطلق سامتون ومرات يحتسب خطا. اليوم ايقاف روما، امبولي فلوشو سيحلو اللقاء بهدف، والحكم تعلم ماذا شار الحكم عن ضربه جزاء امام ميلان. التقدم كابوتو تشيتشو ضيع فرصه العوده، خسرتها من جحف ثلاثه بالتسجيل. كوره الان حاول التسديد باتجاه المرمى، كوره ترجع مره اخرى عند فريق امبولي. الان بن ناصر، بن ناصر تداتي بريكي ماكسي تونيتو، تونيتو تعود مره اخرى لفلور من جانب اللاعب كابيتسي، كابيتسي ترجع لك كورة، كورة عند ليوناردو كابيتسي مع سامدوريا، كرونيتش التمرير لبن ناصر، اسماعيل بن ناصر، بن ناصر، مار بن ناصر، بن ناصر في كرة بينية، اللاعب الإيفواري حميد جونيور تراوري، سوري يتحرك في الشوط الثاني، يتحرك الفريق التوسكاني، سيد روما 14 نقطة، تشيكو، تشيكو الثاني، 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 تشيكو انطلق اخترق تشيكو يقطع كرة ترجع من زايد كرونيتش البوسني على الكرة في منطقة روما. السويد اللي قاد روما للفوز بلقب الدوري في موسم 82 83 درب روما.